بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف. عن أنس وحاله ورينا يا أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس وحاله ورينا يا رضي الله عنه الله كرال النقض قال وحجري كان رسول الله رسولك إله وحوها صلى الله عليه وسلم لا يغدو مدان كلهم بوها يوم الفدر أفر كمال انتيس حتى يأكل انتو كعنو تمرات تمريالو انتو كعنيو مالك يوم الفدر قال يرادو حاسنة عيد عيد الفدر وانكي صلاة الله سوى كعيو انتا لسواد ان وحيون يرلسو أفرو أما عيد الأضحى يدا وحاسنة انا وحب الله صاعنين معايا لو حالي لبدو ذا مدل أركا وحي سوى سعودي عكس جيدا يا الله سنين يا وحال خلافة يا سيدي أول دغك سو سعودي عيد الفدر يا وحا سو سعودي إن لا صامو أو وحب الله عنين با سو سعودي مالك عيد مرك الله سعو سعودي إنتان لسو آذين وعب الله سو أفريا يا وحال موجنا يا إنا إتهاي مرك يوم الأكل. أما عيد المرك أضحاها وحال لي هاي أيضا وحا سو سعودي أكل با سو سعودي مركا أكل جيسو سعونا يسيد غالب كا وحب الله عوني ما يو إلا وصلاة غفك كلابتو سيدا ساسونا ووحو عونا إني وغه الرئيس هدو ودحيستو ودحي هذا بير كيدا إني وغه الرئيس وحو عونا ساس أيا مركا لسنين أياو. كان رسول الله رسولك إلهي وحوها صلى الله عليه وسلم لا يغدو إنو سنك الله يوم الفدر أفر كمال كيسة حتى يأكل إنتو كعون يتمرات تمريالو. وعنه أنس بن مالك محلق وريي من طريق طريق وحلق وري طريق ثان إلوات ويأكلهن نبي التمرات كي وعن يويتر أنت رئيس دار حاليهين تمرات كينا وحا ما رواية كلا وقصار وريو عن أسلف تركيس لغا ورين أيو نبيو إنو كرد غنجر اترا إسدار ووطر إنو كرد غنجر إيهال أما صدح أما شن أما سداس سداسا يانا سنة عنا ابن عباس وحا لغا ورين أيا رضي الله عنهما إساقيا بيا الله كنا لنغضي عن النبي نبي قصوبا حالوك ورين أيو ابن عباس صلى الله عليه وسلم أنا ويسوبم صلى السلام الله يلا كركي سياق وعلى وحو النبي يسوبني يري عليه الصلاة والسلام ما العمل عمل موسى نهان في أيام أيام الدحدود العمل فلو أيامه من السنة سنة كم إذا أفضل عمل كاسمد كفضل بدن منها أعمال حقيدة في هذه مدان دحدود العمل فلو وأيامها أيام التشريق الله يلوغ الجيدة وحيري نبي عليه الصلاة والسلام أيامها كان أيام التشريق الله يرادو عمل لعمل فلو وكفض لبغني مجرو عمل أيام لعمل فلو عمل أيام لعمل فلو إيه هذا كفض لبغن أيامها عمل كلا سمين يا مجروي عملك أيامها وكل أيام التشريق مكودة في هذه أيامها وأيام التشريق عملك الله سميعه عمل لفظ لأجي مجرى ما كفظ لبدن أديو يا الصلاة أديو يا الصدقة أديو إحسان كليه أما صوم يقال ما أقوله هو أيامها أيام أكل وشرب ويو لما أقول عيد الأضحى يبدأ يسبح بريه كذا بيسعيد أيام التشريق لكن أعماش وأيام آدى وفضل بلانتها إحسان كأردن إن لا سمعي أعماش وفضل بلانتها قالوا مركز وحي رأي الصحابة إلا جوكتو مغليسي ولا الجهاد جهاد كنا ميوسا كفضل بلانتها يا رسول الله إلهي رسول كسي الجهاد نميوسا أعماش بريان وكلا لسمعي أيام تشريق أعماش خير كل لسمعي أيا أعمال وفضل بلانتها
جهاد في سبيل الله نميوس كفل لبنين. قال مركز النبي عليه الصلاة والسلام ولا الجهاد جهادنا كما فضل بدنا إلا رجل نموية رجل كاسو خرج بحي خاضر حال وخضر قلنا يو بنفسه نفتيس يو ماله مال كيسا أو فلم يرجع الله صلى الله بشيء وحبا الله صلى الله رجل كمركا انتو جهاد كي قلي نفي مال بكوها لأكسدي كاسا كفضل بدن موية متي كسو نبض لابتي كما فضل بالنبي جهاد كي انتو قلي مركا كسو لابتي عمل كاس جهاد كو انتو سمية كسو لابتي أيامها عمل السمية كما فضل بالنبي. عن ابن عمر وحال قولنا يقال وحير عبد الله بن عمر كان النبي نبي وحوها صلى الله عليه وسلم يصلي ندك في السفر سفر كالحديث على راحلتي دابت سدشيد أيوك دكني حيث مال توجهت أي ألجي ستبه بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم هو إشارة يما أن إشارت بإشارة حق الركوع دي سجودة صلاة الليل بودكنها يا نبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل كي واسنة مطلقة بودكني إلا الفرائض إلا لكن الفرائض فرديالك لكن الفرائض فرديالك لم يكن يصلي يا نبي بدو دكنا موسى نهانين وصفرك دا أبدا كرك إذا فرديالك كما دكني نوي أو استثناء أمرك منقدع كان يقول إلا لكن الفرائض فرديالك وحيري لم يكن يصليها نبي مدو كذا موسى نهاين فرديالك أو دابا دكر كذا قمت كدو كذا موسى نهاين ويوتروا وترين يي سيدا سنة مغلقة صلاة الليل كأودو كذا دابا دكر كذا أدنا وتريسنا يي على راحلتي دابا ديس دو شهد أيوك وتريسنا يي وعاسون حوي بنان وفكينو هديو سعوتي هاي دابده وساره يا كركيه دون إسكاجا سونا فاشو وسونا ده إسكاجا دوكا ده حيث توجه مالك استو أيولج جيستو قبلة دي مركب وحاو أهمش إسكاجا مقصد كيسا ووسع على قبلة دي سيا هل كاس كمان ليه حنكره مقصد كيسا ومعذورة ولعذري مالك لو مجه يسنكره وحاو إلا للقبلة تماهن ماش مقصد كيسا عيد أي قبلة دي سو أهبلي دابدا نغدغاقي ذي حركات كنوال لو عدري سيدا صلاة الخوف كبال لو عدري يو قوف كماركا وضيال ككتشرو نغدغاقي يوحا لو عدري بو تنتي أرض عن أبي هريرة وعلى قولنا يا رضي الله عنه الله كان للنغدي قال وحيري قال النبي نبي وحيري صلى الله عليه وسلم لا تقوم ساعة ساعة قيام من عيسو حتى يقبض العلم علمك إلى لك قاده إلى علمك لك قبض هذا ساعد قيام من عيسى النبي عليه الصلاة والسلام وتكثر وحتى تكثر أنت كبضة الزلازل للقريريالك إلى كبتان ويتغاربا وحتى يتغاربا أنت إسكغدا وهذا الزمان وزمنك إلى إسكغدا وهذا وتظهر وحتى تظهر أنت كظاهر سؤال فتن وفتن وينك أنت كظاهر أيان وهو يكثر وكبضني الهرج دلك وكبضني وهو هرجنا القتل دلك وي حتى يكثر انت كبضني فيكم دحدينا المال مالك الى وكبته او في ضمرك ومالك شمه لكثرتي وي نبي وحير عليه الصلاه والسلام علامات كساعه قساعه قيامها علامات كذا ايو مركان حديث كان نبي كشاغي علامات يرير كسو هريا علامات كواوين وقيامها وعاكم إذا يريق بعض العلم إنه حوي علمي لقاضيه ولبا وحالي لهذا علمي وحاوه ورمريه والله هرقى الغبضان يسيد الرواية قصة عرارتي علمي فرائدك علمي فرائدك يا الله هرقى غبضان يا أوحي قانا له سوي الدين يا كالك علمي أنا وحال الشيقي قبضون شاء الله قبضون أيوه إن أنا أهين علمي إن قلبي قال قتير إياه وحالقو قبضون يا بقبض العلماء علماء الله اللهين أيوه أنت علمي قرانا يسو أحد أحدك كعالم سيها كعامل سيها كورع سيها أيا الله اللهين أيوه مركاسا وحا إسكسوا هارا هيا رؤوسا جهالا
kuwa iyagu marka cilmiga yaroo ay haystaan iskula weynaadeeo aana markaasi waxa weeye isku quurini anaa masaladaasi allaahu yaclam aan isku quurini anaa aclam wax walba anaa aqaana dhahayo waxna aan aqoonin kuwaasaa isku harayo oo wuxuu yidhi wa takfura zalaazilu haddana ay badato dhulgariirku uu bato xagga dhulgariir baa ka dhacay xagga dhulgariir baa ka dhacay xagga dhulgariir qiyaamaha calaamaadkiisay ka mid tahay wayataqaaraba azamaanu zamankuna uu iskaga dhowaado ilaahu waxa weeye qofku wuxuu leeyahay muxuu ahaa shalay mii ahayd horta meeshaan waxaan waxaas ku samaynayay sanad goor laga joogo ayaa shalay oo kale u noqonayso oo sanadka dhammaa oo kale haddeerma haddiiba mahal sanaa soo wareegtay haddiiba bil miyaa soo wareegtay haddiiba usbuuci ma dhammaaday wayataqaarabu zamaan waqtigaa hadda aan joogno aada baa markaas waxa weeye ciladaasi ay u joogtaa xilligii hore ilaahay zamanka dadka ahalkiisa waa u barakeeyey qofkii waxa weeye daalibkaa hal sano wax baranayo wuxuu ahaa marka cilmi natiijo fiican buu ku keeni jiray qofkii maxa weeye waxaa loo barakeynayay cilmiga dadkii mu'allifiinta qaar ka mida kutubta ay allifeen haddii waxaa la yidhi warqad warqad iyo cilmigooda la ysugu tiriyo ilaa markaa waxaa ku soo aadi lahayd maalinkii 40 warqadood ayaa ku soo aadi lahayd cumrigooda haddii maalinkiiba la ysku tiriyo inta maalmood iyo inta uu warqadoodu yahay dadka saasa taalifta noocaasi ah cumrigoodaa ilaahay barakeeyey camalkoodii kaleetana waxba kama nusqaaminaynin hadday salaad dukanayaan hadday qur-aan akhrisanayaan hadday shaqo kale maalmeed qabsanayaan maantana waxa weeyaan waxaa qofku intuu tago oo waxyar soo qabsado maalinkii waa u dhammaadaba khalaas waa laga barako tiray marka zamankii baa la barako tiray dadna ilaahay cumrigooda waa u barakeeyey iyagoo 30 sano gaarin ayay waxay ahaayeen a'ima waxa weeye cilmiga looga daysado oo intaas oo 100 kitaab alifay marka ilaahay cumriga ah noo barakeeye eh waayo taqaarub zamaan ayaa jiro watadhadana watadhara alfitanu fitnooyinkiina ay daahiraan fitna ayi nuuc ay tahay nuuc kastoo ay tahay way daahiraysaa way aksaraa daraubata alharji dilkuubato oo maanta la joogaada wax ka dil badan lamaba arko meel kasta raadiyaa afurto adduunka meel kastoo aan dil ka jirin lama arko waxbaa la dilay wy wax muuya khabar kale ma jiro wahuwa wuxuu yidhi arjiguna alqaatulu dilka weeye xataa yakfura fiikum lmaalu maalku ilaahu ka bato kasratu lmaal ayaa markaa ka mid a calaamaati qiyaama fayafiida uu ka shumo can cabdillaahi bni cumara can cabdillaahi bni xamar bin alcaas weeye waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi qaala liya nabiyu nebigu wuxuu ii yidhi sala allahu calayhi wasalam alam ukhbar miyaan la ii sheegin annaka cabdillaahi yow adigu taquumu leyla hameenkiinaa soo jeedo hameenka kulligii weeye wa tasuumu nahaara maalinka dhammaantiina inaad soonto maalin oo dhanna inaad soonto hameen oo dhanna inaad soo jeedo sidaana aa isku laasimisay miyaan la ii sheegin saasaa la ii sheegay ma jirtaa weye qultu waxaan idhi buu yidhi innii aniga afcalu daalika sidaas waa sameeyaa ilaahay rasuulkiisiyo qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam fa innaka adiga idaa facalta daalika arrinkaas haddaad samayso ee maalin oo dhanna aad soonto hameen oo dhanna soo jeedo haajamat caynuka ishaadu waa guraysaa ishaadu waa guraysaa isha jeegaday ku tegaysaa macnaha waxa weeyaan nafaqadaa ka dhammaanayso kadibna nuxurku hadduu ka dhammaado arag waa nuqsaamayaa ishii marka waxa weeye waa ku guraysaa buu yidhi wanafihat nafsuka naftaaduna wuxuu yidhi waa noogaysaa w naftaadu waa noogaysaa oo daacada way ka daalaysaa w waa ka tabar yaraynaysaa waxay awoodaysa male wa ina linafsika adiga naftaadana waxaa kuugu sugnaaday calayka dushaada xaqan xaq baa ugu sugnaaday naftaadu xaq bay dushaada ku leedahay wali ahlika ahalkaagana waxaa u sugnaaday calayka dushaada xaqan baa ugu sugnaaday ahalkaaguna xaq buu karkaaga ku leeyahay qayb mucaamalada waqtiga ka mid a inaad siisid mucaamaladooda weeye fa sum marka soom buu yidhi iyo waqtan waqti soom wa afdir waqtan waqtina afur yacnii waxa weeye maalmaha qaar soom qaarna afur wa qum soo jeed saacado wa nam seexo saacado
saacadaha qayb ka midana soo jeed, qayb ka midana seexo, oo naftaada nafsuka madiyatuka weeye waa daabadaadii kuu rarnayde. Daabada marna waa la rartaa oo cambaarta waa lagu kululeeyaa, marna raashin baa la siiyaa, waa la nasiyaa. Marka waxaa naftaada waa daabadii aada cibaadada ku samayn lahayde, marka ha iska dhabar goynine oo dhabarka ha ka jabinine, waqtina u nasiyo. Xoogaa waa la sabsabaaye, xoogaa yar marka waxa weeye jiif aa nasinaasi, xoogaa mar dacaam sii, marka gooso dacaamka si aanay kuugu kibrin. Marka waxa weeyaan sidaa samee buu yidhi Nabigu calayhi salaatu wasalaam. عن جابر بن عبد الله وحاله ورنا يا الأنصاري رضي الله عنه قال وحيري كان رسول الله رسول كلاي وحوها صلى الله عليه وسلم يعلمنا إن نبرا أيها الاستخارة استخارة أي نبرا خير ضلبك أي نبرا في الأمور أمور تنحذيودا إن أنك خير ضلبنا كلها أمور تنمان تدين أن خير ضلبنا واستخارة سنو أي نبي نبرا أي أو نبرا أي كما سيدي يعلمنا او نوبرو اصلا السوره سوره دي من القران قران كما سيدي نوبرو وكله اي استخاره نوبري دعاء الاستخاره هي كيفيه الاستخاره اي و هو نبي نوبر هي سيدا سوره قران كما او نوبرو يقول و هو نبي دعاه عليه الصلاه والسلام اذا ما دو قصد احدكم مدكين بالامر امر haddii amar ba uu u murgo falyarkacaa dukado ragcatayni laba ragco min hayri lfariidati ragcatayn kaasoo min hayri lfariidati fariidada hayrkeeda laba ragco aan faradka ahayn ee sunna aha dukado uma liyaqul ha yidhaahdo allaahuma ya allah ilaahayow innii anigu astakhiruka waanku khayr dalbaa waanku khayr weydiistaa astakhiruka waanka khayr weydiistaa بعلمك في علمك علمك أغايان إلهي وكو خير ويديستا وأغالك أغا أنا أقول وحما أغيا أديك أغالك أغا أيان مداد أكتهي إنو خير إياي أيان كو ويديسنا ياوي وأستقدرك وأنكو قدرة ويديستا وأنكو كرسي ويديستا بقدرتك قدرة هذا أنكو كرسي ويديستا قدرة هذا أيان إلهي وكو كرسي ويديستا وأسألك إلهي وأنك سؤاشا من فضلك فضلك يا حق إسان وحكا ويديستا فضلك العظيم وينا فإنك أدوك الله يو تقدر هذا ودا ولا أقدر أن ما ود وتعلم الله يو وادكته ولا أعلم أن موقي وأنت أدوك الله يو علام الغيوب غيب يا لك الله كوك لك بدن باتاي اللهم يا الله إلهي يو إن كنت أدياتي تعلم إن أدوكتاي أن هذا مثل كان الأمر يا أمرك خير لي أنا خير لي في الدين الدين تيدا يوم عاشين الله شيدا وعاقبة أمري أمرك يعربتي سينو خير إيا يدى أدوكتاي أو أما سقال وحي رشاك الرابو عاجل أمري أمرك يكيس دقدق يؤدو يدا وعاجل كيس مدهي سنة وآخرة إنو خير إيا يدى أدوكتاي فاغدر لي فاغدره أمر كان إي قدر لي أنيق إي قدر ويسره أمر كي فضده لي أنيق إي فضده ثم بارك لي إلهي وإي بركي فيه أمر كان حديث وإن كنت هدئتي تعلم من أدوكتي أن هذا مثل كان الأمر أمر كان شر لي شر إي في دين دين تيدي ومعاشين الله شيدا إي وعاقبات أمري أمر كي عربتي سا أو ما سقال وحي يري عاجل أمري أمر كي كيسة دقدقة يو الدنيا دا إيه وآجله كيسة مديسان وضنبه وآخرة دا إنو شر إياه يدى دقتاي فاصرفه أمر كي إلهي وإن عني يعني حقيقة إيقايل واصرفني يعني أنا إيلو عنه أمر كي حقيسة إيقايل أنا إليحيو ماشي خير كو يقجر إليحي ساقنا أمر كي أنا إلهي وإيقايلو إيقايليحي أنك لليحي واغدر لي الخير خيرك إله إيقدر حيث كان ميلا لميش يجره إله وخيرك وحق يجرنا إيقدر ثم اردني هدنا إله ويقرر لقلي به خيرك وحلقيا وحي خيرك يجري إنا رنكرر لنقون إله ويقرر لقلي ويقنعي قال وحي يري مرك نبي عليه الصلاة والسلام
ويسمى ومقعابيا ويسمي ومقعابيا حاجته حاجتي سو مقعابيا ألك ومركو مريو إن إن كنت تعلم أن هذا الأمر بوس كذا أيوح إليه أي أمر كاسو شغيا أن هذا أن هذا البيعة أن هذا السفرة أن هذا الزواج أن هذا الكذا مركز كحصيا بوس كاسو كحصيا أمر كأوك استخارة سنة عن أبي هريرة وعلى قولنا عن النبي رضي الله عنه عن النبي نبي حاله كورنا صلى الله عليه وسلم نبي سبا قال ينوير ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ما بين بيتي غريغاي يا ومنبري منبر كايغا ان كخطبهيو انتي ودخايسا مكانك ودخيا اي روضه توي وبير روضه من رياض الجنه بيرها جنده كامل وروضه من رياض الجنه مكانك ودخيا غريغاي اوقلك عائشه او قبرك النبي او ياهي لغا بلاو يا منبر كميشه ودخايسا اي وهلك روضه لو يقانه روضه وروضه النبي قاكو شيغي روضه من رياض الجنه هدا مركا waxa weey mufasiriin tu qalaba siba yiraadeeno meeshan leftirkeeda ayaaba la qaadaya oo beeraha jannada laga mid dhigayaa iyadaa beeraha jannada dunyada inta laga suuliya jannada la geeyaa min riyad jannati baa laga mid dhigayaa ama ma ahe meesha amalka lagu sameeyay lagu daacaysto ayaa sababa beeraha jannada in la gurto marka beerta jannada halkii laga tabcanayay muxuu aha laga guranayay ayaa ah meeshan mid kasta oo la yiraahdo waa rawdatun min riyadil jannati uu nabigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam ama iyadaaba laga keenayo markii horeba beeraha jannada laga soo qaado halkani waa buqaca mubaaraka oo jannada laga keenay iyadaaba ah wa minbari aniga wuxuu yiri minbarkaygu calaa xawdii darkayga dushiisa ayuu ahaanaya minbarkayga adduunyada hadda aan koro la ii sameeyey geedka ka samaysan muxuu ahaa min darfaa ilqaabati meeshii jiqda geedka darfaa waxa la yidhaahdo darfaa ulqaaba laga sameeyey geedahaas laga soo sameeyey la qoray ayaaba wuxuu noqonayaa calaa xawdii xawdka jannada muxuu ahaa intaan la gelinay nabigu calayhi salaatu wasalaam dadkiisa mudiiciinta ahaa halkaa uu ka waraabiyo ee ilaahay uu ku sharfay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam la yidhi inaa acdaynaaka alkawthar ee xawdkii weeye la yidhaahdo ama webi kawthar la yidhaahdo xawdkaasi oo darka nebigu uu ka waraabinayo cidduu doonana loo diidayo ayaaba minbarkaygaana dunyada la ii dul saarayaa halkaasuu dadkii uu ka kala amrayaa intuu minbarkan laftirkiisii oo darka korkiisa ahaaday koro yuu amar yanahay ka bixinaya qolanaha laga raacdeeyaleya darka qolanaha loo soo daayo qolo uu galaasay uu ku amraya inay ku cabaan qolana sacabadiisa uu ku siinaya xawdi wa minbari aniga minbarkayguna calaa xawdi waadif wallaahu subxaanahu wa tacaala.